ابتدينا الأسبوع اللي فات ودردشنا وقلنا إيه هي الريلوي انجينيرينج وابتدت إزاي وليه الريلوي انجينيرينج تعتبر هي أرخص وسيلة نقل، وفهمنا الكونسبتس اللي هي اتبنت عليها الريلوي انجينيرينج. وبعد كده ابتدينا في الداينامكس وعرفنا كومبوزيشن يعني بتاع أي قطر بيبقى عبارة عن إيه، و لوكوموتيف وعربيات سواء ركاب أو بضاعة، وفي قطر البضاعة بيبقى عندي حاجة اسمها بريكنج فان، وعرفنا إزاي نحسب وزن القطر كتوتال تمام. وبعد كده اللوكوموتيفز ابتدينا نتكلم عليها ان ديتيلز، وعرفنا إن عندي نوعين من المحاور، محاور جارة ومحاور غير جارة، وعرفنا يعني إيه طراز القاطرة، وبيدهولي برموز ببتدي اترجم الرموز ديت واقدر اعين الوزن الواقع على المحاور او الجارة تمام، والبواجي. وبعد كده ابتدينا ندردش ونتكلم في الداينامكس عموما اللي هي او الترين داينامكس او الريلوي داينامكس دهيت، انها بتعتمد على two kind of forces، حاجة اسمها ريزيستنس في عكس اتجاه حركتي وإفورت في اتجاه حركتي. وكنا اتكلمنا على الريزيستنس وقلنا أنواعها اللي هي الرولينج أند إير ريزيستنس تمام، والجريد ريزيستنس اللي هي الار جي، والكيرف ريزيستنس. وكنا اتكلمنا إن في حاجة اسمها ماكسيمم جريدينت أو الانحدار الحاكم، وإن التوتال ريزيستنس بتبقى عبارة عن السيجما ار اللي هي ار رولينج بلس اير او مقاومه السير والهواء زائد الماكسيمم جريدينت الار سي بلس جي. وبيبقى عندي في نوع تاني رابع كده من القوه او نوع اخر يعني من القوه اللي أو مقاومات اسف اللي هي بتبقى الستارت ريزيستنس تمام، وقلنا انها بناخدها 12 و8 من عشرة رغم انها اصلها 18 ونص. والتوتال بتاعنا ان انا عندي السيجما ار حاجة عندي احتمالين، الحالة الجنرال الديفولت بتاعنا انها بتساوي الار رولينج بلس اير زائد الار سي بلس جي، وفي كونديشن كده معين لو وقفت لمدة طويلة في درجة حرارة منخفضة بيبقى عندي السيجما ار بتساوي الار ستارت زائد الار سي بلس جي تمام. واكدنا ان انا عمري ما بيبقى عندي الاثنين الستارت ريزيستنس والار رولينج بلس اير في نفس الايكويشن، يا اما ده يا اما ده. بعد كده بالنسبه للتراكتيف فورس ده شكل كده العجله متصله بالموتور، بيبقى الوزن الرأسي بتاعنا اللي هو دبليو ال 2 الاف بي او القوه اللي جايه من الموتور. الموتور بيبعت للعجله عزم كابل كده اهوت عباره عن قوتين متساويتين وفي بينهم ديستنس ومتوازيتين بيعملوا لي كابل كده اهوت، بيبقى عايز العجله تدور. العجله لما هتيجي تدور هتبقى نقطه التلامس مع القضبان، النقطه دي عايزه تتحرك كده لورا فهيبقى عندي فيه فريكشن لقدام، الفريكشن دهوت هو اللي بيسبب بيحول الحركة الدورانية بتاعتي إلى حركة دورانية انتقالية تمام. وعشان يبقى السير بتاعي سلس المفروض النقطة دي تبقى متزنة، يبقى القوتين ال اف بي وال اف ميو مفيش حاجة فيهم تزيد عن التانية، وبتبقى التراكتف فورس بتاعتي قوة الجر اللي بتحرك بيها هي القيمة الأقل من القيمتين دول الاف بي والاف ميو تمام. القوة اللي جاية من الموتور انت القوة او الباور عموما بيبقى عبارة عن الفورس في السبيد، الباور اللي هو الهورس باور يعني فورس في السبيد اللي هو ده الاكويشن. لو لما بنيجي نظبطها بتبقى الفورس او الاف داش بي الريلاتيف فورس ديت اللي هي 220 هورس باور على الاس في الدبليو، ده قيمة الفورس على اساس ان الافشنسي بتاعت الموتور 82% تقريبا او 0.814. الكلام ده انتوا
بتقولوا ان انتوا عارفينه واخدتوه. الادهيجن فورس اللي هي الميو في في الوزن الرأسي، الميو في الدبليو ال 2 على الدبليو ترين. الميو في واحد عمل لنا كوثر دهوت، عمل لنا ايكويشن قال لك ان الميو معامل الاحتكاك دهوت، الادهيشن دهوت التماسك ما بين العجل والقضبان 9000 على 42 زائد اس، الكلام ده زائد 116، ده قيمة الميو بضربه في الوزن الرأسي وقسمت على وزن القطر عشان تبقى اليونتس بتاعتي كذا كيلو جرام بير طن. تمام، انا بتكلم بسرعة على اساس ان ده ريفيجن. في حد عنده اي سؤال؟ لو في حد عنده اي سؤال اي استفسار يقول. لما باجي ارسم علاقة سواء ما بين القوة اللي هي جاية لي من الموتور الاف بي والسبيد، بلاقيها الكيرف حاجة بالمنظر ده. والاف ميو والسبيد تبقى حاجة بالمنظر ده. ركبت الكيرفين على بعض، ده هو ده التراكتف فورس بتاعتي. يبقى قيمة التراكتف فورس اللي انا بتحرك بيها، وقلنا هي قيمه الاقل من الاثنين. reactive force بتبقى القيمه الاقل من الاثنين. لو انا همشي كده احدد التراكتيف فورس هتلاقيها جايه لي الخط ده كده، القيمه دي هي دي بتمثل التراكتيف فورس بتاعتي. ده الاف تي التراكتيف فورس. تمام، لو حطيت على نفس الجراف السيجما ار بلاقي عندي في نقطتين مهمين جدا. في النقطة دهيت اللي هي تقاطع الفورس الادهيجن فورس مع الفورس بتاعة الموتور الباور بتاع الموتور تراكت فورس، الكسرة دهيت دي بتمثل كريتيكال سبيد السرعة الحركة كديفينيشن. ايه هو الديفينيشن بتاع الكريتيكال سبيد يا شباب؟ في حد يقدر يقول لي؟ السرعة اللي بتساوي عندها السيجما ار السرعة اللي بتساوي عندها الاف بي الاف بي والاف بيو. ايوه ماشي، ده احنا بنسويها كده. معناها ايه؟ هي معناها ان اقل سرعة القطر ممكن يعتمد القطر يتحرك بيها؟ لا سرعة منتظمة. الكريتيكال سبيد السرعة منتظمة. لا واحد السرعة واحد بس اللي هيبدأ فيها الموتور يشتغل، السرعة مالها؟ اللي الاتراكتيف فورس هي اللي هتسببها، يعني اول سرعة الاتراكتيف فورس هي اللي هتبقى السبب فيه. ده هو كله الموتور هو السبب فيه، خلينا نبقى صراحة بقى. بس هي تحديدا هي السرعة اللي ببتدي اشتغل بيها بكامل كفاءة الموتور بكامل طاقة الموتور، هي السرعة اللي ببتدي اتحرك بعدها بكامل طاقة الموتور. يعني في البداية ما بشغلش الموتور بكامل كفاءته، بشتغل بحاجة بسيطة جدا من القدرة بتاعة الموتور لغاية الكريتيكال سبيد، بعدها بيتم استغلال كامل قدرة الموتور. تمام، اللي هي زي ما دايما كده احب اقولها، تخيل انت بتسوق كده عربية مانيوال وانت طالع اول بتجيب الاول صح، وتبقى دايس دبرياج وبترفع رجلك سنة سنة من على الدبرياج لغاية لما وتسند كده بنزين وتبتدي تتحرك شوية، تدوس بنزين جامد لغاية لما توصل كده لسرعة معينة، بعد كده تدوس دبرياج وتجيب التاني وهكذا، وتبتدي بعد كده على طول تدوس بنزين على الآخر. لكن لو دوست بنزين مرة واحدة جامد وأنا طالع من الأول خالص، هتلاقي بيحصل إيه؟ عربية بتنط كده منك. تمام، فهي السرعة اللي ببتدي ادوس فيها بنزين بالكامل اشتغل بكامل طاقة الموتور هي دي السرعة الحركة. تمام، وفي سرعة تانية مهمة اللي هي لما بتتساوى السيجما ار مع الاف تي اللي هي الماكسيمم سبيد.
تمام. فيها مشكلة معايا يا شباب؟ حلو. يبقى كريتيكال سبيد عشان احسبها بحسبها ازاي؟ هساوي الاف ميو بالاف بي. الاف ميو بالاف بي يعني هتبقى الميو اللي هي 9000 على 42 زائد الاس كريتيكال، الكلام ده زائد 116 صح؟ مضروب في الدبليو ال 2 هيساوي ال 220 هورس باور على الاس كريتيكال. طبعا ال W train هتطير مع ال W train. دي هتختصر مع دي. يفضل لي كده equation بسيطة جدا اعرف اجيبها في ال ال S critical. وعند ال S maximum ايه اللي بيحصل؟ بساوي ال F B بالسيجما R. ال FT بتساوي السيجما R، وال FT ساعتها هتبقى جاية لي من ال FP. تمام؟ يعني ال 220 هورس باور على ال S في ال W train هتساوي 2 و2 زائد 3 ال S زائد 15 على 100 سكويرد زائد للار سي بلس جي. تمام. فيها مشكلة؟ في حد عنده اي سؤال؟ دي الاس بالكيلو بر اور، ده الهورس باور، ده عادي الوزن بالطن، الجريد كذا في الألف اللي هو قيمة دهيت يعني، بس كيلو جرام بالطن، والار اتش بي المتر. تمام. فيها مشكلة؟ في حد عنده أسئلة؟ تمام. احنا اتفقنا وكنا قلنا ان ال اف تي تراكتيف فورس دائما وابدا بتساوي لا اما الاف ميو لا اما الاف بي، القيمه الاقل من الاثنين صح؟ الاقل من الاثنين. امتى باخدها اف ميو؟ في بدايه الحركه في الكريتيكال. لو سرعتي اقل من اس كريتيكال، لو السبيد بتاعتي اقل من او تساوي الاس كريتيكال. وامتى باخدها من الموتور الاف بي؟ لو سرعتي اكبر من او تساوي الاس كريتيكال. معايا يا شباب؟ مع حضرتك. ودائما وابدا هي الاس كريتيكال كده الرينج بتاعها بتتراوح من 10 ل 20، يعني عمرها ما يعني في الرينج ده هوت عمرها ما هتزيد عن 20 ونادرا ما تقل عن 10. ده الديفولت بتاعنا في الكريتيكال سبيد. فانت لو انا قايل لك ان السرعه اقل من 10 على طول خدها من ناحيه الميو، لو قايل لك السرعة أكبر من 20 يبقى هتحسب التراكتيف فورس من ناحية البي. تمام. فعشان كده لو أنا بحسب الاس ماكسيمم طبيعي الماكسيمم سبيد هتبقى جاية لي من ناحية الموتور في الإيكويشن ده اللي تحت. فيها مشكلة؟ واضحة الإيكويشن دي يا شباب؟ طب دكتور، لو الاس هي أصلا بتساوي الاس كريتيكال هاخد أنهي واحدة فيهم؟ سؤال حلو جدا. مين اللي معايا؟ سلمى.
ممتاز يا سلمى. هي الاس كريتيكال اساسا بتساوي ايه؟ او كنت بتجيبيها ازاي؟ كنت بساوي ال F mu بال F B. حلو، يعني عند الاس كريتيكال ده بتساوي ده، فاحسبيها من اي ايكويشن، تمام صح ولا لا؟ صح. تمام. طيب يا شباب، المعادلة دهيت زي ما انتم شايفين، فيها كم variable؟ سلمى اللي كانت بتتكلم معايا صح؟ ها يا سلمى، حضرتك يا دكتور، ايوه قولي لي، لا جاوبي، يعني أنهي معادلة؟ المعادلة اللي هي عند الـ S maximum. تمام، عندي الـ horsepower variable ايوه والـ speed ايوه وإيه تاني؟ والـ RH. تمام، وايه كمان؟ والـ G اللي هو الجريد بتاعنا. تمام، ممتاز الويت، صح؟ أعتقد هيبقى ثابت. لا الويت الويت ثابت، ثابت، كل القطارات ليها نفس الوزن. لا أنا قصدي على على القطر الواحد اللي أنا شغال عليه. بس بتختلف من قطر لقطر، فده ما يعتبرش كونستنت، ده متغير. تمام، يعني 5. تمام، ونخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، ان انا الترم ده كده على بعضه قد ريفير لي بترم واحد اللي هو الماكسيمم جريدينت او الانحدار الحاكم اللي هو الار سي بلس جي. تمام، فلو بصينا هنلاقي ان كل المسائل اللي احنا بنتكلم فيها لما باجي اكلمك على الماكسيمم سبيد او السرعه المنتظمه او السرعه القصوى، اقصى سرعه ممكن قطر يمشي بيها، هتلاقي انك انت لو ما عندكش غير المعادله اليتيمه ديت اللي هي بتحكم لك السرعه القصوى او السرعه المنتظمه، خلالها هتقرا السؤال كويس هتلاقي عندك 4 من الـ5 دول. فلو حبينا ندي اكزامبل صغير كده اهوت نتكلم عليه، نطبق عليه الايكويشن ده. بقول لك كالكوليت ذا لينث اوف ذا باسنجر ترين تو ميك ا لوكوموتيف تايب A1 A B، مديك هورس باور بتاعها 3200 حصان والويت بتاعها 130 طن، ده بتاعت اللوكوموتيف. كان بول ذيس كارز ويز سبيد 120 كيلومتر بير اور اون ا تراك هاز ذا فولوينج كرايتيريا. التيبل دوت مدي لك اكتر من سيكشن، السلوب والريديوس بتاع الهوريزونتال كيرف عند كل سيكشن من السكاشن بتاعت الخط بتاعنا، وقلت لك ان اللوكوموتيف لينث 22 متر والكار لينث 25 متر والكار ويت 45 متر. تمام، عايز احسب طول القطر، هو طول القطر بيساوي ايه؟ طول اللوكوموتيف بلس ان في الكارلينز، يساوي طول اللوكوموتيف بلس ان في الكارلينز. حلو، انا عندي ايه؟ عندي اللوكوموتيف وعندي الكار، الان هي اللي مجهوله، هتجيبها ازاي؟ من نوع القطر اللي هو A1 AB. هعرف منها نوع عدد ال A1 AB ده، هي ده عباره عن ايه؟ عباره عن في ايه؟ 4 جرايين وواحده غير جرايين. لا ثانية واحدة، محاور الجرة وغير جرة بتاعت ايه؟ اللوكوموتيف. حلو، ايه عددها بعدد، ايه علاقتها بعدد العربيات؟ ملهاش علاقة، هنعرفها من التوتال ويت. بالظبط، هنعرف العدد من التوتال ويت. طيب انا هبتدي اعوض في العلاقة، انا عايز القطر يمشي بسرعة قصوى 120، تمام؟ فاروح اعوض في القانون اللي عندي اللي هو ال 220 هورس باور
على الاس ماكسيمم في الدبليو ترين كام ده بيساوي ال 2.2 بلس 3 في الاس ماكسيمم زائد 15 على 100 سكويرد زائد الجي زائد 630 على الار اتش. انه جي وانه ار اتش انا عندي اكتر من سيكشن. عندي لما كان الجريد 3 الراديوس 1000 جريد بزيرو الراديوس 750 4 ونص و 800 6 و 500 ناقص 2 و 700 هشتغل على انه سيكشن. حد يعرف يقول لي لما الاسلوب يكون بزيرو يا دكتور عشان مركبه الوزن ما تخشش معنا. انا المفروض اشتغل على انه سيكشن الكريتيكال سيكشن يعني هيبقى انا عايز القطر يمشي 120 تمام بسرعه قصوى 120 على الخط دوت عشان يحقق ال 120 اشوف انه سيكشن عليه اكبر نوع من انواع المقاومات صح ولا لا؟ صح. لا مش فاهم دي يا دكتور معلش. يعني انا بقول لك عايزك تتحرك بسرعة 120 السرعة 120 دي هي عشان تفضل ماشي بيها. عندك الطريق بتاعك فيه حاجات عاليه وحاجات واطيه وفي منحنيات وفي حتت لو خلينا نتكلم على انت ماشي في الشارع يعني بعربيه الاول ككونسبت يعني في حتت مكسره ومطبات وحاجات كده اهوت. انا عايز السرعه اللي هتمشي بيها ال 120 ديت اقول لك انت امشي بسرعتك القصوى ال 120 على الخط كله فانت بتشوف اكتر حته فيها مشاكل اكتر حته هتبقى تعرضني ليها المقاومات واحاول احقق ان انا امشي فيها بالسرعه ال 120 غير كده انا همشي اقدر امشي بال 120 بس المقاومات هتبقى قليله فامشي وانا مستريح ما عنديش مشكله. واضحه ولا لسه مين معايا بس بيكلمني؟ انا يا دكتور عمرو. تمام يا دكتور وضحت. واضحه يا عمرو؟ فانا انا عندي خمسه ولا سته اهوت سيكشنز مختلفة على الخط فهختار الماكسيمم اللي عليه ماكسيمم ار سي بلس جي القطاع اللي عليه ماكسيمم ار سي بلس جي. المفروض مثلا هقول السلوب دوت اللي هو عبارة عن الجي من هنا هحسب الار اتش اروح رايح حاسب حاجة اسمها الار سي اللي هي عبارة عن 630 على الار اتش وابتدي احسب هنا وهنا ولكل واحدة وبعد كده اخد الماكسيمم. بس طبعا في الاكزامبل اللي انا مديهولك دوت العمليه كانت واضحه جدا الماكسيمم ار سي بلس جي انا كل ما الراديوس صغر كل ما الار سي زادت وكل ما الجي كبرت كل ما الار جي كبرت يبقى هلاقي ان الماكسيمم ار سي بلس جي جاي لي من السكشن ده مباشره من غير ما اقعد احسب للخمسه. ليه؟ لان ده بيحقق لي الاكبر جريد والاقل راديوس في نفس الوقت. معايا؟ تمام يا دكتور. واضحه يا عمرو؟ واضحه يا دكتور تمام. هو الشير اختفى ولا حاجه ولا انا بيتهيألي؟ لا موجود. تمام تمام ماشي خلاص. يبقى انا عندي الايكويشن دهيت هبتدي اعوض عن الهورس باور بالقيمه بتاعتها اللي هو 3200 والسرعه بال 120 الدبليو ترين هو ده اللي انا عايزه
من هنا هروح احسب ال W train تمام. هتطلع لي اي حاجة وليكن 393 طن ماشي. فيها مشكلة؟ في حد عنده اي استفسار فيها؟ تمام يا دكتور. دكتور لو سمحت. نعم. وانا عرفت منين ان ال 120 دي هي الماكسيمم سبيد؟ هو ما كانش موضح لي في السؤال. لا اهو في السطر الثاني. هو كان بيقول لي عايز يجر العربيات دي بسرعة 120، يعني هفهم من كده ان هي دي الماكسيمم يعني؟ اه. طيب ماشي تمام. طيب يبقى انا عندي ال W train عندي ال W train قلنا ب 393 طن اللي هي المفروض بتساوي ايه؟ N 130 زائد N في 45 زائد ال W الكموت يعني بتساوي ماشي ان في 45 زائد 130 ان بكام؟ هتطلع لي تقريبا 5.8. يبقى الان بكام؟ بستة. يبقى تيكن كام؟ سلمى اللي معايا ولا مين؟ اه سلمى ستة. خدها بستة. هتاخديها بستة. لو انا اديتك انت بتقدري تشيلي يا سلمى 20 كيلو تمام يبقى خمسة. اديكي حاجات تشيليها 22 كيلو ولا اديكي 19 كيلو؟ انهون هتعرفي تطلعي بالظبط؟ هتطلعي وانت مستريحه صح؟ فما ينفعش اقول ال 5 و8 ديت اخليها 6 فتيكن خمسة تمام. فيها مشكلة؟ لا. طيب ال ال بقى هتساوي ال ال ترين هتساوي ال لوكوموتيف زائد ال ان في ال كار يعني ال 22 زائد ال 5 مضروبه في ال 25 هتساوي كذا متر. تقريبا 146 ده طول القطر بتاعنا. فيها مشكلة؟ في حد عنده أي سؤال؟ طب دكتور لو سمحت، هو ليه ما قلتش مثلا ان هو اللي هو نازل على جريد منزل لما هو يحقق ال 120 أسرع وأسهل؟ ماشي، بس لو أنا ظبطت أموري ان هو في المنزل هيحقق ال 120 أسرع وأسهل، ما هو مش هيحققه على البوستف يعني. هو لو حقق في السكشن دي هيعرف يمشي 120، هنا مش هيعرف يمشي بال 120 ولا هنا هيعرف يمشي بال 120. معايا ولا مش واضحه معاك؟ اه مع حضرتك. اه يعني ده يعتبر القطر ده انا كده بعمل له ديزاين بعدد العربيات اللي هو الطريق ده اللي هيمشي عليه يعني بالظبط عشان يحقق معايا كل السكاشن بالظبط. تمام شكرا دكتور. طيب لو بصينا كده على اكزامبل تاني صغير،
يعني ناخد بس فكرة كده وتأكد على معلومة صغيرة، والباقي هنسيبه لكم في السكيشن إن شاء الله هتشتغلوا عليه. لو أنا جيت قلت لك computer is a suitable gradient to make a locomotive type، تمام، P1 A1A of 3200 horsepower الويت بتاع اللوكوموتيف 120 طن، كان بول 10 كارز باسنجر ترين، هو وزن العربية الواحدة 50 طن. knowing that the allowable speed is 120 كيلومتر بير اور. نخلينا في الجزء الاولاني الاول، ان انا عايز احسب السويتبل جريدينت، عايز احسب الار سي بلس جي، عايز احسب الار سي بلس جي، تمام. هحسبها ازاي؟ حد يقدر يقول لي؟ انتوا معايا يا شباب؟ حد يرد علي؟ احنا مش معانا الجي ولا معانا ار اتش، ده اللي انا عايز احسبه. هو بص بقى، السويتبل جريدينت وسكيت، يبقى كاني ما عنديش ار اتش، كاني ماشي على ستريت لاين، او عايز احسب الماكسيمم جريدينت، تمام. يعني هساوي الاف بي بالسيجما ار، ايه المجهود؟ هساوي الاف بي بالسيجما ار. حلو قوي، الاف بي بالسيجما ار. يعني عايزه بتقولوا لي يعني ال 220 هورس باور على الاس في الدبليو ترين، صح؟ هتساوي 2.2 زائد 3 في الاس زائد 15 على 100 سكويرد زائد الار سي بلس جي. ده الكلام اللي انتوا بتقولوه، صح ولا غلط؟ تمام مظبوط. احنا معانا الاس وعندنا الهورس باور. هو مش المفروض الار ستارت دي ار ستارت، عشان هو بيقول اللي هنبدا نشد بيها ترين. ده فين بيقولك كده اهوت؟ اللي هي بعد الشرطة الحمراء، check if the locomotive can start. هو خلصت اللي قبل الشرطة الحمراء عشان تشوف اللي بعد الشرطة الحمراء؟ تمام ماشي خلاص. عندنا الهورس باور ب 3200، الاس بال 120، ايه تاني؟ الدبليو ترين عبارة عن الـ W locomotive زائد عدد العربيات اللي هي 10 في 50، تمام. ده موجود، ده موجود، ده موجود، ده موجود، يبقى من هنا هعرف اجيب الـ RC plus G. تطلع اي حاجة، مش فاكر، 1.8 باين من 10 حاجة كده. يبقى ال maximum gradient يبقى ال maximum gradient هيبقى 1.8 في الألف، تمام. فيها مشكلة؟ في حد عنده أي استفسار لغاية دلوقتي؟ معلش يا دكتور، ازاي 1.8 من 10 من 1000؟
انا مش حسبت الار سي بلس جي طلعت لي 1.8 من 10 كيلوجرام بر تن. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجي زائد ال 630 على الار اتش، اسيوم ان هو ماشي في ستريت لاين، ان الار اتش بانفينيتي فالار سي بزيرو، فده الماكسيمم جريدينت. ماشي. فالماكسيمم ماشي يعني حسبتها 1.8 من 10. خلاص ماشي، فهمت. ماشي. الجزئية الثانية من السؤال بقول لك check if the locomotive can start to pull the train if the train stopped for long time in low temperature. يبقى انا عايز اشيك ايه التشيك اللي انا بعمله. لو القطر هيقدر يتحرك، الجرار ده هيقدر يجر القطر لو وقف لمدة طويلة في درجة حرارة منخفضة على الجريد دهوت، هل ده يقدر؟ امتى القطر هيقدر يتحرك او القاطرة تقدر تجر القطر؟ لو ايه اللي لما حصل؟ الاف بي تكون اكبر من الاف نيو من الريزيستنس. لا ثانية واحدة، لما تبقى ايه تاني؟ الاف بي تكون اكبر من الريزيستنس فورس. لا الاف تي الاف ميو وساعتها ال اه وساعتها ال ال اف تي هتجيل من ناحية الميو. تمام. ودي هي هتبقى جايه لي من ناحية الاف ميو. يعني انا هعمل ايه؟ هروح احسب الاف ميو اللي هي الاف تي، يعني الاف تي ساعتها هتساوي الاف ميو، وهحسب السيجما ار واقارن بين الاثنين. لو ده اكبر اتس اوكي okay، يبقى كان بول. لو الريزيستنس اكبر يبقى كانت بول. ماشي. فالاف تي ساعتها هتجيلي من الاف ميو هتساوي الميو في الدبليو ال 2 على الدبليو ترين. تمام. هتساوي الميو اللي هي 9000 على ال 42 زائد اس، الكلام ده زائد 116 مضروب في الدبليو ال 2. دبليو ال 2 بجيبها ازاي؟ عدد المحاور الجره على عدد كل المحاور في ال دبليو ترين بتاعت الكوموت. ماشي. عدد محاور الجره كام؟ بي 1 اي 1 اي 4 6 4 على 6 في الدبليو لوكوموتيف 120 يبقى 80 على 620 الدبليو 3 صح؟ هيساوي رقم ما. السيجما ار بتساوي ايه؟ الار ستارت بلس الار سي بلس جي. الار ستارت بلس الار سي بلس جي. الار ستارت اللي هي حافظينها 12 و8 والار 12 و8 من 10 1.8 اللي احنا جبناها هتساوي رقم ما. وقارن ما بين الرقمين 1 و2. لو ده اكبر كان بول، لو 2 اكبر كانت بول او كانت موف. تمام. ايه مشكلة؟ معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. ده بالنسبة للسرعة المنتظمة. طيب لو هنتكلم كده احنا القطر كنا قلنا قبل كده اثناء حركته
بيعدي في عدة مراحل، صح ولا لأ؟ أنا لما هاجي أقوم من محطة إيه مثلا لنقطة إيه، وعايز أوصل لنقطة بي، ده السبيد وده اللينث. هتلاقيك ابتديت من الزيرو، سرعتك عمالة تزيد تزيد لغاية لما وصلت لغاية سرعة معينة اس ماكسيمم واحد مثلا، تقدر تمشي بيها شوية. حصلت أي حاجة على التراك، مقاومات زادت مثلا، فلقيت سرعتك نزلت لتحت شوية اس اتنين، بعد كده المقاومات قلت فهتبتدي تطلع سرعتك مرة تانية الاس تلاتة، تفضل ماشي بيها كده شوية لغاية لما عايز أقف عند بي قبل بي بمسافة معينة، ابتدي أشغل الفرامل فسرعتي ابتدي اشغل الفرامل فسرعتي تقل مرة واحدة بسرعة جامدة. يعني انا بعدي في اكتر من مرحلة، في مراحل تسارع مراحل سرعة منتظمة تباطؤ ديسيليريشن تسارع مرة تانية سرعة منتظمة فرامل. ده الفيز اللي القطر بيعدي بيها أثناء حركته. فيها حاجة تانية؟ في حد عنده اقتراح حاجة تانية ممكن قطر يعدي عليها؟ مفيش. تسارع ده امتى؟ انا كنا متفقين ان انا عندي نوعين من القوة، في تراكتيف فورس بتجرني لقدام وريزيستنس بترجعني لورا. طالما ان ال اف تي اكبر من السيجما ار، يبقى عندي المرحلة دي بسميها مرحلة تسارع. عندي دلتا فورس الاتنين متساويين، اسف الاتنين يعني في فرق ما بين القوتين لمصلحة قدام، لمصلحة التراكتيف فورس، فبيبقى عندي اكسلريشن فورس. الفورس انتوا عارفين ماس في اكسلريشن، يعني عندي عجلة، عجلة تصاعدية قيمتها بوزيتيف، دي تخلي سرعتي تزيد. لو الاتنين تساوي ما بقاش عندي عجلة، العجلة بزيرو، يبقى همشي بالسرعة اللي انا وصلت لها، اللي كنا بنسميها السرعة القصوى او السرعة الماكسيمم، لما تساوى التراكتف مع الريزيستنس. جت الريزيستنس زادت، جت الريزيستنس زادت، فبقى عندي عجلة تناقصية تخلي سرعتي تقل. تمام؟ هتيجي تزيد مرة تانية او المقاومات تقل، فهتبقى قيمة التراكت فورس اكبر، فيبقى عندي تسارع تساوي، فبقت سرعة منتظمة. الفرامل بتبقى فورس اديشنال فورس مع الريزيستنس، وقوة الموتور يعني او بتبقى بتختفي، الاف بي دي بتختفي وبتظهر مكانها بريكنج فورس بتبقى مع الريزيستنس، فعشان كده بتبقى عملية الفرملة او السرعة تقل لغاية لما اوصل للزيرو بسرعة، يعني بتبقى قوة الفرملة او القوة اللي في عكس الاتجاه كبيرة، فبتخلي سرعتي تنزل لزيرو. تمام؟ اتكلمنا احنا على الزون دهيت لما الاتنين تساوي، اللي هي قلنا ده السرعة المنتظمة او السرعة القصوى اللي انا بوصل لها. عايزين نتكلم دلوقتي على مرحلتين، التسارع والفرامل. تمام؟ فيها مشكلة؟ معايا يا شباب؟ حضرتك يا دكتور. طيب لو هبتدي اتكلم على مرحلة التسارع،
انا عندي عشان القطر يتسارع من زيرو لغاية السرعة اس واحد، بتلاقي الكيرف حاجة بالمنظر دهوت، تمام؟ انت القطر خلي بالك من حاجة مهمة جدا، لو انا حطيت الجرافس ديت ده التراكتف فورس بتاعتي، دي التراكتف فورس وده السيجما ار، تمام؟ القطر دايما ميال ان هو يوصل للسرعة الماكسيمم. انا في البداية هنا هوت بتلاقي السرعة عمالة تزيد، عندي عجلة تصاعدية، لما السيجما ار زادت غصب عن السرعة بتقل، انا عايز اوصل لمرحلة الاتزان دهيت. ده علاقة ما بين التراكت السيجما ار والكلام ده هوت. الفرق ما بين الاف تي وال السيجما ار، الفرق ما بينهم ده اسميه اف اي، القوة المسببة للتسارع، اللي هي بتبقى عبارة عن الاف تي ناقص السيجما ار، تمام؟ في البداية في الجزء الأولاني قبل الاس ماكسيمم بتبقى القيمة دي بوزيتيف، بعد الاس ماكسيمم هتلاقي السيجما ار هي الكبيرة فالقيمة دي بقت نيجاتيف. الفورس عموما بتساوي ايه؟ ماس في اكسلريشن، عجلة لونجيتودينال، عجلة طولية. لو عايز ارسم علاقة ما بين العجلة والمسافة، تفتكروا شكلها هيبقى عامل ازاي لو ده العجلة وده المسافة؟ هلاقي ان العجلة هنا هو بوزيتيف، وعند قصاد الاس ماكسيمم بلاقي ان العجلة بقت بزيرو وبعد كده تقلب قيمة نيجاتيف. تسارع، عجلة بزيرو بقت سرعة منتظمة، تباطؤ لو العجلة قلبت بالنيجاتيف. أنا يهمني أساسا لما اتكلمنا المرة اللي فاتت، هو أنا بدرس الديناميكية دي ليه؟ عايز أعرف إيه؟ ها؟ عايز أعرف أمشي القطر، يعني أشوف الهوس باور اللي هحتاجها كده. تمام، وإيه كمان؟ عايز أعرف حدود القطر إيه أو قدراته إيه؟ حدود القطر إيه أو قدراته إيه؟ بمعنى مش فاهم أوي يعني الجملة بتاعتك. يعني مثلا لو يعني مثلا أنا عاوز أنقل بضاعة كميتها إكس مثلا، هل القطر ده يقدر يأدي الوظيفة دي ولا محتاج قطر أكبر؟ ولا مثلا محتاج اقسم البضاعة دي على قطرين، ايا كان يعني. ماشي، ها انا سايبكم تتكلموا انتوا. انا عايز احسب مثلا المسافة اللي القطر هيقف فيها في خلالها، يعني لما اجي اشغل الفرامل. ممتاز يا مصطفى، صح. لو القطر هيقف محتاج مسافة قد ايه عشان ابتدي احط الاشارات بتاعتي والكلام ده كله، طول الرباط، اوكي. وعايز اعرف ايه كمان؟
عايز اعرف الزمن اللي انا هحتاجه عشان اوصل لمسافة معينة. ف تمام، وعايز اعرف المسافة والزمن اللي انا هستغرقهم عشان اوصل لسرعة معينة، والمسافة والزمن اللي انا هحتاجهم عشان افرم. تمام، ان انا ادرس ارسم السبيد بروفايل او السبيد لينث بروفايل والتايم لينث بروفايل، ده يهمني جدا عشان اقدر انظم الحركة على الخط، اعمل التتابع، اعمل التايم تيبل بتاعي. هقول لك انت هتقوم من القاهرة الساعة 8، هتوصل اسكندرية الساعة 10، تقدر ترتب مواعيدك. تمام، يبقى الموضوع ده معلن مسبقا، معروف مسبقا. انا هبقى عند بنها، هقابلك، انا مسافرين انا وانت اسكندرية، هطلع انا من القاهرة وانت هتركب من بنها، فهقابلك الساعة، انا هركب الساعة 8، انت هتيجي تركب 8:30. تمام، فتحديد التايم او الرحله ومواعيد القطر واماكن وازمنه الوقوف اتس اوكي okay. بغرض التشغيل، بغرض ان انا اظبط التشغيل. وطبعا بعد كده الاناليسز، لو لا قدر الله حصلت حادثه، بتقدر تحلل من خلال القوانين الديناميكيه والحركه ديت. بالنسبه يا جماعه برضو عشان تبقوا اوير، يعني عشان في بعض الزملاء قالوا معلومات، انا حكايه الهورس باور والسرعه جريدز والكلام دي بتبقى كونسترينز عندي براعيها وانا بعمل الديزاين في بدايه البروجكت النهائي. انا بقول ان انا هيبقى عندي الماكسيمم جريدينت يا جماعه 10 في ال1000، وان انا عايز الخط اللي هو تبقى السرعه التصميميه بتاعته اصممه ان هو هيقدر يمشي، امشي عليه قطارات. تمام، بسرعه كذا مثلا، 120 كيلومتر في الساعه او 160 كيلومتر في الساعه، وقطر بضاعة كذا، تمام، بسرعة كذا. هنقل ما انا الكومبوزيشن بتاع القطر المفروض ان هو عندي في الديزاين المبدئي، لان انا لما باجي اعمل ديزاين للخط، ما انا عامله عشان ينقل احجام معينة، فانا هبقى محتاج انقل كام بني ادم؟ 500 بني ادم، 600 بني ادم، 800 بني ادم. ال 800 بني ادم دول مثلا محتاج هيتحطوا في، هيستعملوا كام عربيه؟ 8 عربيات. فالكومبوزيشن بتاع القطر عارفه، وزن القطر عارفه، ده في مرحله البدايه خالص، في مرحله الديزاين قبل ما ابتدي اعمل الالاينمنت بتاعي وانا بفكر في المشروع. انا الحاجات دي ببقى محددها في البدايه خالص، اوكي. بس مينلي انا بدرس الديناميكيه ديت عشان اقدر اعرف اللي هو التايم لينث بروفايل، الزمن الرحله والخط، العلاقه ما بين السرعه والمسافه زي ما انتوا قلتوا من شويه. تمام، ف عشان اعمل الموضوع ده هوت، تمام، اعتمدنا على قوانين الحركة بتاعت نيوتن. اعتمدنا بقول لك على قوانين الحركة بتاعت نيوتن. مش هديك الاستنتاج بتاع القوانين، الكلام ده انتوا اخدتوه في الديناميكية، في الداينامكس في فريشمان. التوتال يعني اللي يهمني ايه؟ ان انا عشان سرعتي تزيد من اس 1 لاس 2 هستغرق زمن قد ايه؟ تمام؟ وهمشي مسافه قد ايه؟ هستغرق زمن التي اكسلريشن دهيت، هتتحسب من العلاقه اللي هي 30 24 في اس 2 ناقص اس 1 على الاف اي افريج المفروض، والال اكسلريشن اللي هي 4.2 اس 2 سكويرد ناقص اس 1 سكويرد على اف داش اي افريج. تمام، بالنسبه للقوانين دهيت، انا عندي التايم ده بيطلع لي كذا سكند، والديستنس دي بتطلع لي كذا متر، رغم ان انا معوض عن السبيد ب كذا كيلومتر بير اور،
والقوة كذا كيلو جرام بير تن، تمام. ال 30 24 وال 4.2 وحاجات دهيت دي ال مظبطه الارقام ديت متظبطه فيها اليونتس التحويلات بتاعتي، بحيث ان انا الديستانس بتطلع لي بالمتر من الايكويشن دي والتايم بيطلع لي بالسكند. يبقى لو انا عايز سرعتي او احسب اتسارع، لو انا عايز اتسارع من 10 الى 20 كيلومتر بير اور، محتاج اعرف محتاج هستغرق زمن قد ايه وهكون مشيت مسافه قد ايه. بجيبها من القانونين دول، تمام. ايه هما القانونين دول؟ معلش يا شباب، لو انا عايز سرعتي من اس واحد بتساوي 10 الى اس 2 اي حاجة وليكن 40 كيلو بير اور، عايز اعرف التي الزمن اللي محتاجه واللينس اللي انا محتاجها، بجيبها من القانونين دول. قبل ما يعني زي ما انتم شايفين القوانين بتاع التي والاس كونستنت في دلتا اس لو التي على اف اي افريج. فبعمل ايه؟ بشوف ايه القوة المسببة للتسارع. يعني لو تفتكروا العلاقة ما بين الاس واحد والاس اتنين واللينس، انا عايز من اس واحد لغاية اس اتنين عايز اشوف التايم اللينس دي قد ايه. بجيبها انا المفروض العلاقة كانت عاملة ازاي بتاعت العجلة، كنا بنقول حاجة بالمنظر ده كده، ده عند الاس ماكس عجلة هنا والعجلة هنا، او قوة مسببة للتسارع هنا وقوة مسببة للتسارع هنا، اهوت بجيب الافريج ما بينهم، هو ده اللي بعوض بيه. فاول حاجة هروح احسب الاف اي ات اس واحد، بحسبها ازاي؟ اللي هي عبارة عن اف تي ات اس واحد ناقص سيجما ار ات اس واحد. الاف تي هتساوي القيمة الأقل من الاف ميو، ده لو اس واحد أقل من اس كريتيكال، أو الاف بي لو اس واحد كانت أكبر من اس كريتيكال، تمام. وهحسب السيجما ار عادي جدا عند واحد اللي هي 2.2 زائد 3 اس واحد زائد 15 على 100 سكويرد زائد الار سي بلس جي. وراح جايب اف اي واحد، بعد كده هروح اجيب اف اي اتنين اللي هي ات اس اتنين، هتساوي نفس القصة اف تي ات اس اتنين ناقص سيجما ار ات اس اتنين بنفس البروسيدور. بعد كده بجيب اف اي افريج اللي هي عبارة عن اف اي واحد زائد اف اي اتنين على الاتنين، معايا يا شباب؟ فيها مشكلة؟ تمام يا دكتور. اف ايه
افريج ديت هي دي اللي انا بعوض بيها نوت في الايكويشن دي. والسرعه مثلا لو من 10 ل 40، هنا 40 وهنا 10. الكلام ده نظريا ممكن يكون مقبول، بس فعليا ده الكلام ده غلط. ليه؟ الكلام ده يبقى صح لو العجله بتاعتي كانت عجله منتظمه، لو العجله بتاعتي كانت عجله منتظمه، بس انا العجله بتاعتي عجله متغيره، فالشريحه ديت لما هاجي اخد الافريج هتختلف. فانا عشان المفروض باجي اعمل ايه؟ بقسم المسافه كلها، لو انا هتسارع من 10 ل 40 بقسمها لشرايح، اخدها مثلا من 10 ل 15، من 15 ل 20، من 20 ل 5، يعني شرايح عرضها مثلا الانكريمنت بتاعت السبيد سي 5 كيلومتر بير اور. تمام، اخد الانكريمنت بتاع السبيد 5 كيلومتر بير اور وهكذا. تمام معايا يا شباب؟ فلو انا هتسارع من 10 ل 40 هقسمها لمراحل. انا محتاج زمن قد ايه عشان سرعتي تزيد من 10 ل 15، ومسافه قد ايه؟ من 15 ل 20، ومن 20 ل 25، وبعد كده اخد السميشن بتاعهم. اداني التايم والسميشن بتاع الديستنسز، اداني اللينس اللي انا محتاجه. اتفقنا؟ اتفقنا يا شباب؟ طب يا معايا؟ دكتور هنثبت الشريحة يعني اللي لسه هيبقى بينهم قد ايه؟ بص، هو المفروض ان انت كل ما قللت عرض الشريحة كل ما دقتك زادت، كل ما قللت عرض الشريحة كل ما دقتك زادت. تمام؟ مظبوط. انا بتكلم كنواتج بقى. كنواتج يعني سي حضرتك مدينا المسألة، هل اقسمها في فيستا في حضرتك مثلا هتقسمها لنا يعني تقول خد 4 شرايح خد 5، ما ممكن خد اول واحدة واخر واحدة وخلاص توفيرا للوقت. خلاص حاضر، توفيرا للوقت، توفيرا للوقت، خدها شريحة واحدة، توفيرا للوقت هناخدها شريحة واحدة. بس الكلام ده غلط، انت لما بتاخدها شريحة واحدة ولو اخدتها شرايح خمسات بتلاقي الايرور 30، بيصل الى حاجة 20-30%. تمام، هتجاوز عن الايرور دهوت عشان الوقت بس، فهتاخدها انت شريحة واحدة. بس متفقين ان الكلام ده غير دقيق، في ايرور هيصل معاك ل 30%. شريحة واحدة دي هشتغل على انهي اس؟ ال10 ولا ال40 ولا هاخد برضو متوسط بين ال10 وال40؟ ما انا هتسارع من 10 ل 40، تبقى اس 1 بتاعتي 10، اس 2 ب 40. تمام، مظبوط. تمام، اتفقنا يا شباب؟ تمام. في كده ملاحظتين او يعني حاجه عايز اخد رايكم فيها. احنا اتفقنا ان الاس كريتيكال بتاعتي من 10 ل 20، يعني لو السرعه اقل من 10 اكيد التراكت فورس هتبقى جايه لي من الميو، لو اكبر من ال 20 اكيد التراكت فورس جايه لي من البي من ناحيه الموتور، صح ولا غلط؟ انا على الكلام ده سي مثلا لو انا هتسارع من زيرو للاس ماكسيمم، اس واحد بزيرو، لما هاجي احسب التراكتيف فورس هحسبها من ناحيه الميو ولا من ناحيه البي، ولا احسب الاثنين واخد الاقل؟ هقسمها من زيرو لحد الكريتيكال ومن الكريتيكال لحد الماكسيمم. احنا اتفقنا خلاص انا هاخد شريحة واحدة.
لا هو ال اف بي هي مستمرة معايا اكتر. هو مصطفى اللي بيتكلم معايا صح؟ مظبوط، هي الاف بي هي اللي شغالة معايا معظم الوقت، فاخدها. معادلتها سهلة ومحفوظة تمام. صح؟ عشان كده انت بتحب تستخدمها. يا ابني السرعة بسيستم، استخدم الاف بي ازاي؟ ما هي التراكت الفرصة هتبقى جاية لي من ناحية، مش اقل اكيد الصفر ده اقل من اس كريتيكال، يبقى انا بحسب التراكتيف فورس الاف، هستخدم القانون بتاع الاف ميو. تمام معايا يا شباب؟ اقفل ممكن تاني المايك يا يا دكتور الحته مصطفى، دي؟ اقفل المايك يا مصطفى. تقول ايه يا عمر؟ ولا ما اعرفش كان مين اللي بيتكلم. ايوه يا دكتور، ممكن بس يعني تعيد الحته دي تاني معلش؟ تمام. السلايد كله يعني بس عشان نفهمه بس. انا سلايد ده ولا ايه؟ ده اه ده ده انا كنت بقول لك، انا عشان احسب الزمن اللي انا محتاجه عشان اتسارع من اس واحد لاس اتنين، وهشوف المسافة اللي هستغرقها او هقطعها عقبال ما سرعتي تزيد من اس واحد لاس اتنين، بتيجي من الايكويشنز دهيت. التايم بتاع التسارع 30.24 اس 2 ناقص اس 1 على اف ايه افريج، على متوسط القوة المسببة للتسارع. والمسافة 4.2 من 10 في اس 2 سكوير ناقص اس 1 سكوير على اف ايه افريج، متوسط القوة المسببة للتسارع. لأن كنا قلنا أنا عند اس 1 بيبقى في قوة مسببة للتسارع، وعند اس 2 في قوة تانية مسببة للتسارع، القيمة المتوسطة ما بينهم هي دي اللي بعوض بيها. بحسبها ازاي القيمة المتوسطة ما بينهم؟ إن أنا هاجي أحسب القوة المسببة للتسارع عند اس 1، هحسب القوة المسببة للتسارع عند السرعة الأولانية اللي هي عبارة عن التراكتيف فورس عند السرعة دي ناقص السيجما ار عند نفس السرعة. ماشي عمر؟ ماشي يا دكتور معاك. التراكتيف فورس دهيت اللي هي بحسبها، اللي هي كنا بنقول ان القيمه الاقل لا اما من الاف ميو لا اما من الاف بي، ميو دبليو ال 2 على دبليو ترين او 220 هورس باور على دبليو ترين اس. التراكتيف فورس هي القيمه الاقل من الاثنين دول، بتبقى ناحيه من بتيجي من الميو لو سرعتي اقل من الاس كريتيكال، وبتيجي من الموتور لو سرعتي اكبر من الاس كريتيكال. فبحسب التراكتيف فورس، بحسب السيجما ار اللي هي ار رولينج بلس اير عند السرعه دي زائد الار سي بلس جي، طرحتهم جبت القوه المسببه للتسارع عند اس 1. القوه المسببه للتسارع عند اس 2 التراكتيف فورس ات اس 2 ناقص السيجما ار ات اس 2، وبرده نفس الكونسبت بس هتبقى السرعه بتاعتي اس 2. جبت الافريج ما بين اف 1 واف 2، هو ده القيمه الافريج ده، هي دي اللي برجع اعوض بيها في الايكويشنز. خلاص معايا يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. معاك يا دكتور. ماشي تمام كده عمر؟ طب هو انا بستخدم الاف افريج، يعني انا بستخدم الاف تي قصدي، ما بستخدم بستخدم بجيب المتوسط يعني ازاي؟ يعني ايه اف ايه واحد وايه اف اتنين؟ مش فاهم. اف اي واحد اللي هي انت اف اي واحد اللي هي كانت عباره عن ايه؟ التراكتيف فورس عند السرعه الاولانيه ناقص السيجما ار عند السرعه الاولانيه. ماشي يا دكتور.
و اف اتنين اللي هي الفرق ما بين التراكتيف فورس عند السرعة التانية ناقص السيجما ار عند السرعة التانية. دكتور، نعم. هو انا بس في حته مش فاهمها، هو لو هو قبل الكريتيكال وبعد الكريتيكال، يعني مثلا في اول واحده قبل الكريتيكال وتاني واحده بعد الكريتيكال، مش كده هيبقى منحنيين مختلفين؟ يعني ده منحنى وده منحنى. لا هو اساسا التراكتيف فورس اللي هو كومباينيشن ما بين الاثنين، ما انت التراكتيف فورس اللي هو المنحنى ده على بعضه ده اسمه تراكتيف فورس، هو في الكسره دي التراكتيف فورس ده زي ما قلنا هو جاي في البدايه ماشي مع الاف ميو لغايه الكريتيكال سبيد، بعد كده بيمشي مع الاف بي، ما هو ناتج عن المنحنيين. ما انا قصدي الفكره مش هيبقى ادق لو قسمناها من الرقم اللي هو قبل الكريتيكال لحد الكريتيكال وبعد كام الكريتيكال لحد الرقم اللي بعد الكريتيكال. هي هو طبعا انت كل ما قسمت الشرايح كل ما كان ادق طبعا. تمام، ماشي، شكرا. عمر، اه دكتور، فهمت ايه الاف ايه دهوت؟ اه حلو، متوسط الاف افريج. ماشي، كان سؤالي بقى لو انا هتسارع من زيرو لاس ماكسيمم هتسارع من خمسة لاس ماكسيمم. بصوا يا شباب باي ديفولت كده هوت لو زيرو ولا سرعتي اقل من 10 لما اجي احسب الاف تي خدها من ناحية الميو، ما توجعش دماغك وتحسب الاس كريتيكال او تحددها. تمام، لو انا سرعتي بزيرو فعلى طول هتجيلي من ناحيه الميو، لو سرعتي اس ماكسيمم هتسارع لغايه اس ماكسيمم. اف ايه القوه المسببه للتسارع عند اس ماكسيمم بتساوي كام؟ القوه المسببه للتسارع عند اس ماكسيمم الاف بي زيرو. تمام، ممتاز يا عمرو. مين اللي قال زيرو؟ أنا دكتور. ممتاز يا عمرو. عند الماكسيمم سبيد الاف ايه هتساوي زيرو، ما اروحش احسب، ما اروحش اقعد اضيع وقتي واخد من وقتي دقيقتين ثلاثه واروح احسبها وفي الاخر هي طبيعي حسب دقه ارقامك والشغل بتاعك يعني والتقريبات اللي بتعملها هتلاقيها تطلع لك بقيمه بسيطه جدا 0.03 0.2. تمام، بس هي اكشلي لازم تبقى بزيرو ات اس ماكسيمم اف اي بزيرو. تمام، فدي خلي بالك منها ما تضيعش وقتك في حسابات. تمام معايا يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام، ده بالنسبة للجزئية بتاعت التسارع. فاضل لنا في الشابتر دهوت أو في ال الموضوع دهوت فاضل لنا في حتة الفرامل وجزئية ابلكيشن كده صغير. مع الأسف هضطر أأجل كمان للأسبوع الجاي نكملها بحيث إن الناس خلاص بقى فاينل هيبقى الموضوع ساتلد يعني أعتقد. فإن شاء الله زعشنا أشوفكم الأسبوع القادم ونكمل الشابتر ده. في حد عنده أي سؤال يا شباب؟